تمام. المسألة بتبدأ ب 1 دي بروتون أو كاربون. هنبدأ بالبروتون. في البروتون زي ما أنت شايف اللي أنت متعود عليه، البيكس مثلا سبليتد زي ما أنت شايف، ده أعتقد حليت عليه كتير جدا. الأسئلة تيجي إزاي فيه؟ ببساطة أنا هقول لك مثلا البروتون بيك إيه دي مثلا شكل إيه، سنجل دابلت ترابلت وهكذا. أنت طبعا بالسهولة الكلام ده هتجاوبه، يعني ايه دوبلت، اهي بي دوبلت، دي مثلا شايف انت كورت سنجل تريبلت وهكذا. دي مجموعه اسئله كده استفتاحيه بتوضح ان انت فاهم الانتجريشن. طيب هل مثلا البروتونز دي بتاعت اروماتيك سيستم او اليفاتيك سيستم؟ انت لما تلاقيها عند من 6 ل 9 هتكون دول ايه؟ اروماتيك. وزي ما انت شايف دي دوبلت ودي دوبلت، يبقى الاستراكشر هنا اهو موست بروبابلي ان هو ايه؟ اللي هو دبلت اوف دبلت، اللي هو بارادايس سبستيتيوت. ادي معلومه عرفتها من ال1 دي، ادي ميزه ال1 دي. طبعا اقل من 5 ولا بتاع ده اكيد البروتونز دي عباره عن اليفاتيك بروتونز. يبقى انا ممكن اتعرف على ابسط المعلومات. انا هنا بدي لك يعني اسئله تستفتح بيها من ال1 دي. نفس القصه بالنسبه لمين؟ للكربون 13. ما تنساش ان احنا بنرقم البروتونز بحروف A B C D E. كل حرف من دول هو مجموعة من البروتونز، مش بروتون واحد، تمام؟ عشان اسهل استدعائك للسؤال فبقول لك البروتون بيك A B and C. ده للناس اللي هي ممكن ما تكونش ايه حضرة التريننج مثلا كده. بالنسبة للكربون 13 الوضع بيختلف، احنا بنرقم البيكس بأرقام 1 2 3 4 5. طبعا ده السولفنت ما بناخدوش في الاعتبار، 6 7 8. يبقى انا عندي 8 كربون بيكس. ده مش معناه ان انا عندي 8 كربونات بس، لان ممكن الكربونتين زي بعض يظهروا بيك واحد. يبقى على الاقل انا عندي 8، تمام كده؟ ازاي ممكن اسالك اسئله على الكربون 13؟ هسالك مثلا الكربونات بتاعت الاروماتيك بروتونز، سوري الاروماتيك كاربونز هتكون فين؟ لو تفتكر في ال1 دي انت شفت ان هو بارادايس سبستيتيوتد، بسهوله جدا هتعرف ان هو ما دام بارادايس سبستيتيوتد بقى عندي كام كربون مختلف؟ اربعه. يبقى طيب المنطقه بتاع الكربون بتاع الاروماتيك كاربونز بتبقى عند كام؟ زي ما البروتونز عند من 6 ل 9، يبقى الكربون كده من 90 وانت طالع لغايه 140 150، وممكن يتعدى كده يعني ماكسيمم 170. طيب انا عندي اربع كربونز، يبقى منهم الخمسه مثلا والاربعه والثلاثه والاثنين، يبقى انا كده ادي الاربعه بتوعي. الله، يبقى واحد دي مش اروماتيك، يبقى واحد تكون ممكن تكون ايه؟ هنشوف بعد كده اللي تعدي الاروماتيك اللي هي الكربونيل، تمام؟ طب امال اللي تحت ده، كل اللي تحت 70 و80 و90 والكلام دوت، يبقى ايه؟ اليفاتيك كاربونز. يبقى انا ممكن مثلا اسالك اقول لك الكربونات بتاعت الاروماتيك فين؟ هتقول لي 2 و3 و4 و5 مثلا، اليفاتيك فين؟ كذا وكذا وكذا. الكربونه 1 دي ممكن تكون ايه؟ الكربونه 2 دي ممكن تكون ايه؟ الكربونه 3 دي ممكن تكون ايه؟ اروماتيك مثلا، دي اليفاتيك وهكذا. يبقى انت السؤال بيبقى طبعا قدامك اختيارات، ممكن تستبعد الخطا تماما لو انت حسيت ان انت ايه لسه ما وصلتش الاجابه، تحصرها الاجابه. يعني مثلا هنا السؤال بيقول لك فين الاروماتيك كاربونز اللي موجود؟ فانا حاطط لك 3 4 و5 لكن مش حاطط 2، عادي احسن اجابه هتلاقيها عندك في 3 4 5. ممكن احط لك 2 و3 و4 و5. ليه؟ يبقى انت بتختار احسن اجابه من الاجابه، تمام يا شباب؟ في الكربون 13 هيبقى مثلا 4 5 اسئله، في البروتون 4 5 اسئله. يبقى انت عمال تجمع في الاسئله مع بعض بحيث تاخد درجات. يبقى اللي فاتوا كان ال 1 دي، هندخل بقى في 2 دي ان ام ار. ال 2 دي ان ام ار عباره عن ثلاثه تكنيكس، هناخدهم بالترتيب كده. اتش اس كيو سي الاول. طيب ايه الاتش اس كيو سي ده؟ 2 دي ان ام ار ده قال لي ده كورليشن ان ام ار، مش زي ال 1 دي اللي انت كنت شايفه. ده هيبقى فيه اكس اكسس وواي اكسس. طب ايه اللي على الاكس اكسس يا دكتور؟ قال لي انت شايف اي بي سي دي، يبقى اللي على الاكس اكسس دول مين؟ دول البروتونز. واللي على الواي اكسس مين؟
واحد اتنين تلاته، ده يبقى مين؟ ده يبقى الكربون. يبقى ال HCQC مبدئيا بيديني علاقة correlation بين البروتون والكربون. طب ما انه بروتون وانه كربون؟ لما تبص اللي انا رسمه لك كده، البروتون والكربون بتاعه، البروتون والكربون اللي بينهم وان بوند بس، يعني ما يجيبلكش العلاقه بين البروتون دي والكربونه دي مثلا، او البروتون دي والكربونه دي، لكن كل بروتون والكربون بتاعه. عشان كده هو تكنيك مهم. مهم في ايه؟ ان انا عايز اعرف البروتون ايه ده؟ الكربونه بتاعته فين؟ 8. البروتون دي الكربونه بتاعته فين؟ 7، وهكذا. يبقى كل بروتون بربطه بالكربون بتاعه. ولذلك الاسئله هتبقى ايه؟ هسالك مثلا هنا زي البروتون A correlates to the following carbon. فين البروتون A؟ ابص هنا، اهي كوريت لمين؟ 3. يبقى اذا اختار الاجابه الصحيحه 3. لو سالتك على B كوريت لمين؟ ل5، وهكذا. طبعا انت لازم تحدد كل بروتون كوريليتد لمين، لان دي هتساهم لك في معرفه ايه الاستراكشر في النهايه. يبقى على الاقل عرفنا كل بروتون الكربون بتاعه المقابل ليه ايه. في اهميه تانية، ان انت بعد ما تعرف كل بروتون ليه كربون، يبقى الكربون اللي ملوش بروتون ده زي 1 و2، الله فين؟ مفيش اي بروتون ماسك في 1 و2، يبقى الكربون ده ايه؟ اسمع، كواترنري كربون. يبقى اقدر اقول ان 1 و2 كواترنري. طب 4؟ مفيش اي بروتون، يبقى كواترنري. لكن 3 مثلا، ليها بروتون. 5 ليها بروتون. يبقى الكربونز اللي مش لاقي له اي حاجه، اذا ده كربون كواترنري. يبقى انا بمقارنه الكورليشن بتوين البروتون والكربون بطلع بالكواترنري. طيب هل في العكس؟ هل ممكن بروتون ما يبقاش على كربون؟ برضه مش ممكن يكون البروتون على اكسجين؟ يبقى مش هيظهر في الاتش اس كي سي، صح؟ لما ابص للبروتونز اللي عند A اهي، ليها كربون، B ليها كربون، C ليها كربون، D الكربونه بتاعتها 7، E الكربونه بتاعتها 8. اذا يبقى A و B و C و D و E كلهم ليهم كربون. يبقى انا عندي بروتون على هيترو اتوم، على اكسجين او نيتروجين؟ لا، خلصت. يبقى ايه؟ يبقى الاتش اس كي سي بيربط لي البروتونز والكربونز، كل بروتون والكربون بتاعه اللي عليه، وان بوند مش اكتر، تمام؟ وبالتالي البروتون اللي متصل باكسجين ومش متصل بكربون، ولا نيتروجين، او متصل بنيتروجين ومش متصل بكربون، يبقى اذا مش هيظهر له حاجه هنا. يبقى الاتش اس كي سي ممكن بسهوله اتعرف على حاجتين، على البروتون اللي ملوش كربون اللي هو بروتون على الهيتيرات، ان انا ما لاقلوش اي كروس بيك، دي بنسميها شباب البيكس، دي بنسميها كروس بيكس، ملوش كروس بيكس، او الكواترنري كاربونز، الكربونات اللي ملهاش بروتونز، يبقى هي الكواترنري. يعني ايه كواترنري كاربون؟ يعني كربون معلوش اي بروتون، متصل بكربون، متصل باكسجين، المهم مش متصل بايه؟ ببروتون، يبقى نقول عليه كواترنري كاربون. يبقى الاسئله بنفس الطريقه، طلع الكورليشن، قول لي A correlated لمين؟ ل3 مثلا، أو 5 correlated لأنهي بروتون؟ B مثلا، مش عارف، وهكذا. السؤال التاني طلع لي، ممكن أسألك بس طلع لي الكوترنري بروتونز، طلع لي طبعا حسب الـ HCQC هتقدر تطلعها، اللي هي الكوترنري بروتونز أو البروتونز اللي على هيتيرو أتومز. يبقى إحنا لغاية دلوقتي خدنا ال 1 دي ان ام ار اللي هو البروتون والكربون والاتش اس كيو سي، الاثنين في الاتش اس كيو سي الاثنين بيبقوا كورليتد لبعض، وان بوند كورليشن، ده هيساهمني في معرفه كل بروتون على اني كربون، هيعرفني مين الكوترنري بروتونز ومين البروتونز اللي على الاهتمام. لو فهمت الاكزامبل كده، طبق على السبيكترم اللي قدامك، طلع الكورليشنز كلها، عشان لما تيجي تلاقي الاختيارات تختار الصح. كل بروتون ليه كورليشن واحد مش اكتر من واحد، او ملوش، لو ملوش يبقى ده على هيترو اتوم، الكربون كذلك، يبقى الامر واضح بالنسبه للاتش اس كيو سي. طيب هنتكلم على تاني نوع من التو دي ان ام ار اللي هو الكوزي. الكوزي ده بيعمل لي كورليشن بين الهيدروجين والهيدروجين اللي جنبه، طبيعي الهيدروجين اللي جنبه على كربونه، فبالتالي الكورليشن ده بيبقى الهيدروجين بينه وبين الهيدروجين التانية 1 2 3، لازم 3 بوند والكربونتين يكونوا مختلفين اكيد، او ممكن يعني خلينا في الثلاثة بوند، او وبالتالي الاتش الاحمر زي ما انت شايف هتعمل كورليشن مع الاتش الازرق، الاتش الازرق هتعمل مع الاخضر،
فلو سالتك على الكورليشن بتاع الاتش الازرق هتقول لي اه ده عامله مع الاخضر، والاحمر يمكن الاحمر عامله مع الازرق، وهكذا. شكل السبيكترم ازاي؟ زي ما انت شايف اكس اكسس عليه نفس البروتون بيكس ال 1 دي اي بي سي دي، وواي اكسس زي ما انت شايف بس من تحت اهو اي بي سي دي اي، نفس البروتون ال 1 دي اللي انت عارفه. طب امال ايه البيكس اللي انا شايفها دي كروس بيكس؟ قال لي دي اللي هي بتبين الكورليشن، مين عامل كورليشن مع مين. اول حاجه لازم تفهمها في السبيكترم ده ان القطر دوت يعني بيقسم السبيكترم الى جزئين متماثلين، يعني النص ده هو هتلاقيه هو هو النص ده. فالمعلومات اللي هتاخدها من واحد هي هي المعلومات اللي هتاخدها من الثاني. تاني حاجه القطر دوت تروح عامل عليه بالمسطره كده علامه، وتعرف ان انت ايه مش هتستخدمه لان هو عباره عن نفس ال 1 دي فما فيهوش فايده. يبقى انا عندي كام كروس بيك هنا اهو، ادي واحده كروس بيك يعني غير الدياجونال دي بالمناسبه اسمها دياجونال بيكس او البيكس القطريه. الدياجونال بيكس دي بنلغيها لانها ما بتضيفليش معلومات، يعني ايه عامل مع ايه اللي خدته، اللي يهمني ايه عامل مع مين. لما الاقي الكروس بيك دي اقول ايه عامل مع سي كورليشن. يبقى لما يسالني مثلا ايه الكورليشنز بين بتاعت ايه، اقول انه عامل كورليشن مع سي. اما هنا البي عامل مع مين، مع الاي. يبقى اذا افهم ان الاي والبي ايه جنب بعض، السي والاي جنب بعض، يبقى بدات اربط ايه الاستراكشر. تمام. نفس الدياجونال دي مش هتديني معلومات اضافيه. لما اسالك مثلا الاي كورليت ازاي، مثلا في السؤال اللي هنا اهو بيقول لك ذا بروتون بيك اي كورليتس تو ذا فولوينج بيك، بيعمل كورليشن مع ايه؟ طبعا مع نفسه ملهاش اي لازمه اللي هي القطريه، لا بيعمل مع مين الكورليشن؟ مع بي. يبقى اذا هو كورليتد لبي، ما خدش ايه وبي وما خدش ايه نيذر اي اور نور بي. تمام وهكذا. فانا نفس اللي كنت بجاوبه في التيبل بس هجاوبه على هيئه ام اس كيو. يبقى الكوزي بيديني دايركت كورليشن بين الهيدروجنز اللي جنب بعض على الكربونز اللي المسافه بينهم اكتر من ايه؟ من 2 بوند 3 بوند مثلا. تمام؟ اسئله من هذا النمط على السبيكترم اللي قدامك، انت بتجاوب على السبيكترم اللي قدامك. تمام؟ نيجي لتالت نوع من ال 2 دي ان ام ار، هو الاتش ام بي سي. ال HMBC ده الموست كومبليكيتد، يعني اكتر واحد صعب شويه ان انت ايه تفصله كله، ولذلك بنخليه للاخر. طب ايه فايدته؟ ليه؟ بيربط لي باقي الاستراكشر. يعني مثلا الكورليشن بيتم ازاي؟ قال لي الهيدروجين الحمراء دي اللي انت شايفها تعمل كورليشن في ال HMBC مع الكربون مش بتاعتها اللي جنبها او اللي ابعد حتى تاني، يبقى المسافه ممكن تكون بينهم 2 بوند، ادي 1 بوند او 2 او 3، 1 2 3. فالبروتون ده يعمل كورليشن مع الكربون الزرقاء، البروتون الاحمر ده مع الزرقاء والخضراء، لكن ما عملش مع بتاعته، اللي مع بتاعته دي تظهر فين؟ في الاتش سكوزي. تمام يا شباب. بنفس الطريقه الاتش الزرقاء دي تعمل مع الكربون الحمراء والخضراء، الاتش الخضراء دي تعمل مع الكربون الزرقاء والحمراء وهكذا. فتلاقي الكورليشنز كتيره جدا، الكروس بيكس كل كورليشن دي ليها كروس بيك، خلي بالك. ولو بص للاتش الزرقاء دي الاقيها عامله مع الاحمر مع الاخضر وهكذا، فكل الكورليشنز دي هتظهر لي، فهو بيظهر دايما مليء بالكروس بيكس، وهنشوف ازاي نستخدمه ان شاء الله دلوقتي. يبقى زي ما انت شايف يا شباب الاتش ام بي سي بيبقى كورليشن بين البروتون اي بي سي دي اي والكربون 1 2 3 4، وزي ما انت شايف الكروس بيكس كتيره، هنا مفيش دياجونال، الوحيد اللي فيه دياجونال بيكس اللي هو الكوزي. تمام؟ طيب ايه الحته المنقطه دي وكاتب لي عليها اكسبانشن ايه؟ هو عايز يكبر لي الجزئيه دي، فراح كبرها وحطها فين؟ هنا اهو، عشان اشوفها اكتر. فبالتالي ده السبيكترم التاني ده هو تكبير للجزئيه دي. خلي بالك ان في جزئيه مش بره التكبير دي موجوده هنا اهو عشان لو حبيت تبص عليها. تمام؟ طيب احنا قلنا لان الكورليشن ممكن تكون 2 بوند او 3 بوند، فبالتالي مثلا الاي مثلا الهيدروجين بيك اي عامل كورليشن مع مين؟ مع 5 و 3 و 2 و 1 وهكذا، مع كذا واحد، وبي كذلك مع كذا واحد.
يبقى انا لما اجي هسالك في الـ هسالك في الـ الاسئله الاولانيه ان انت تطلع الكورليشن، هقول لك بس الكورليشن بتاعت ايه عباره عن ايه، لازم تدور بعلم هل هو كورليتد لواحد واثنين بس؟ لا طبعا. هل كورليتد لثلاثه وخمسه بس؟ لا طبعا. هل كورليتد واحد اثنين وثلاثه وسايب خمسه؟ لا، وهكذا. فاحنا بنطلع الكورليشن بناء على اللي احنا شايفينه، وانت لو مش شايف كويس في البتاع ده بص على الاكسبانشن اهو، 2 3 4، يبقى ايه عامله اربع كورليشنز، لكن بي عامله ايه؟ 2. فاللي واضح ان ايه دي موجوده على جنبها كربونتين من هنا وكربونتين من هنا وهكذا. كل واحده من دول هنطلع الكورليشنز بتاعتها. لو تلاحظ ان هو في كورليشن ايه عليها كورليشن على الجنبين، دي مش كورليشن، دي مش كورليشن. الكورليشن الوحيده الاي هي مع 6، ده بيسموها دي يعني ميرورز، تبقى تاخدوها في الجرادويشن بعد الجرادويشن. لكن هي هنا مش، ما دام مش موجوده على البتاع ده، وانا انصحك تستخدم مسطره، ما دام مش موجوده على الخط بالظبط يبقى ده مش كورليشن. اي نقطه تلاقيها بره الخط بتاعك اللي هو بيربط البروتون مع الكربون اكزاكتلي يبقى ده مش كورليشن، لازم يكون في اكزاكت، يعني تلاقي سي مثلا اكزاكتلي كورليتد مع 8. وانصحك تبقى معاك مسطره طبعا في الامتحان، ولو اني ان شاء الله هيبقى واضح، يعني مفيش اي مشكله، واضح بمجرد النظر، جاست ان كيس تبقى معاك مسطره ان شاء الله. طيب مثلا يعني احنا لو تفتكر من الاستراكشر ده، انا هقول حاجات بسيطه، مثلا ان 6 و7 و8 قلنا ان دول الفاتك، وقلنا ان لو تفتكر 2 و3 و4 و5 دول كانوا الاروماتيك، وقلنا ان بره داي سبستيتيوتد، وواحد دي قلنا انها كربونيل. طب ايه اللي منزلها قوي؟ الكربونيل عامه بتبقى عاليه، اقل كربونيل مثلا هي الاستر، اعلاهم الالدهيد والكيتون، الاستر والاسيد بيبقى قليل، يبقى انا ده ممكن يكون عندي استر مثلا. تمام. طيب من البيكس المهمه في الاتش ام بي سي الكواترنري بيكس. ليه الكواترنري بيكس؟ لانها بتوريني الكربون اللي الهيدروجين اللي جنبه على طول، زي مثلا بتاعه الاستر مثلا او اللي انت شايفينها دي، هلاقيها كورليتد لمين؟ ابص كده، ده كورليتد لبروتون A اللي بتاع الاروماتيك، وكورليتد الله لبروتون D اللي هي السنجلت. يبقى كده انا افهم ان الكربونه دي الله ده جنبها سنجلت اللي هي سي اتش 3 سنجلت، يبقى انا عندي الكربونه بتاعت الكربونيل اللي هي رقم واحد جنبها من هنا سي اتش 3 على اكسجين، يبقى سي دبل بوند الله ده الاستر، سي دبل بوند او سي اتش 3 او سي اتش 3 اللي هي الاستر. طب والجنب الثاني اروماتيك، يبقى انا قدرت اعرف ان انا عندي ميثايل بنزويت مثلا من مجرد ده. تمام. وهكذا نمشي بقى الحل، انا هسيبكم توصلوا استراكشر. انا هنا اللي عايز اقول لك عليه ان انت لو مشيت مع الكورليشن والاسئله اللي انا قلتها اللي فاتت دي، انت خدت 23 او 24 نقطه من الامتحان. امال الاستراكشر عليه ايه؟ نقطه واحده طبعا، انا عليه درجه واحده يعني. انا كنت حريص ان انا اقلل درجته النهائيه عشان ظروف الكورونا اللي انتوا عايشين فيها، عشان برضو هي المسألة مش إن أنا أعمل لك بازل صعب، المسألة إن أنت تفهم الأساسيات بتاعة الـ 2 دي إن ما آر. تمام؟ إحنا كان نفسنا الكورس يبقى أعلى من كده، لكن زي ما بيقولوا على قد ما الظروف حكمت فإحنا وقفنا عند هذا النمط. تمام؟ طيب في أسئلة اتسألت، طب أسئلة العملي والشفوي. أسئلة العملي أنا عندي والشفوي على بعض، أنا مش فاكر واحدة فيها أربع أسئلة واحدة فيها ثلاث أسئلة، يعني في الحدود دي. الاسئله في نمط، في اسئله بتقول لك مثلا الكورليشن بين الاتش اس كيو سي بيبقى بين مين ومين، اسئله عامه شويه ده في العمل. الكوزي مثلا الكورليشن بتاعه بين مين ومين، ممكن تبقى صح وغلط، ممكن تبقى اختيار بسيط، هل الكورليشن بين بروتون ولا كربون، بروتون وبروتون، اللي انا قلتها وانا بشرح التكنيكس. تمام. اسئله مباشره يعني مش على ستراكشر معين. ممكن في سوري ده كان في الشفوي. في العملي ممكن يبقى نوع الاسئله زي مثلا ادي لك 1 دي ان ام ار واقول لك ال 1 دي والاستراكشر بتاعه، ال 1 دي ان ام ار ده بتاع انهي استراكشر، فالمفروض بسرعه انت جدا تقدر تعرف يعني لو ثلاثه استراكشر او ميكشر، الميكشر ده عباره عن ايه وايه، انت ده يعني سؤال او اتنين عليهم درجه او درجتين مش كتير قوي يعني.
ده عشان ايه؟ عشان يعني التفرقة بين الناس. بس هو الأسئلة اللي هتفرق بين الناس قليلة خالص إن شاء الله، عشان ما تأثرش على نجاحهم. اللي عاوزه منك إن أنت ركز على النموذج اللي إحنا حليناه، حله كأنه هو قدامك مسألة في الامتحان، ده موديل فأنت امشي عليه، حاول تطلع كل الكورليشن، حاول توصل للاستراكشر مع نفسك، ما تصعبش وتقعد تذاكر نظري كتير او حاجه زي كده او امثله كتيره، ركز على دوت. لو قدرت تطلع الكورليشن بتاع كل بيك انت كده على الاقل هجيب لك 20 من ال 25 مينيمم، لو تقدر تطلع كورليشنز كلها بتاعت البيكس، لا والانتجريشن سوري شكل البيك والكلام دوت في ال 1 دي وال 2 دي. الموضوع ما فيش اكتر من كده. طبعا في ناس بتروح مركزه على الاسبكتر بتاعنا وتهمل باقي الاجزاء، ده طبعا انت كده بتعرض نفسك لخطوره عاليه. افترض ان انت جاوبت حاجات غلط، لا خد ده البالك اللي ينجحك وركز في الاجزاء التانيه تجيب درجات النجاح. ده بالنسبه للنجاح، انا بتكلم دايما على الناس اللي هي بتدور على النجاح، ما ينفعش تسقط لا قدر الله لاي سبب الالكتيف سنه رابعه. احنا نتمنى كل ينجح ان شاء الله وده اللي هيحصل، بس عايزك زي ما قلت خليك سمارت، دور على الاجزاء التانية بحل. طبعا الناس اللي عايزه التقدير لا شد حيلك، الامتحان فيه اسئله قليله للتمييز، لكن فيه تمييز يعني، ده اللي انا اقدر اقوله. ان شاء الله لو ليكوا اي استفسارات حطوها على الواتس جروب، ولو في اي حاجه طبعا انا ما رضيتش اتوسع في الشرح لان مش مطلوب منك ان انت دلوقتي تقعد تعيد وتزيد وتضيع وقتك، زي ما قلت ركز على الموديل، حل فيه، استخدمه كنموذج. الأسئلة اللي انت جايه لك في النموذج الاسترشادي هي تقريبا نفس طريقة الأسئلة، ما فيش أي اختلافات عنها. إن شاء الله نشوف كلكم جرادويتد على خير، وتفتكرونا بالخير إن شاء الله. وزي ما قلت يمكن ده يكون أحلى ختام ليك. بلاش يعني يعني اصبر شوية لغاية ما تخلص المادة، ما تهملهاش. ربنا ان شاء الله يجعل التخرج سعيد وتبقى ذكرى جميلة ليكم ان شاء الله لاخر محاضرة في اخر مقرر ليكم. اتمنى ان لو اسأنا لأي واحد فيكم ينسى الاساءة شوية ويفتكرنا بالخير. السلام عليكم. دكتور ابو بكر مصطفى 8/8/2020 كان الله غفورا رحيما.